السلام الله عليكم، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير بإذن الله. يا جماعة في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نحمل برنامج التيك توك بتاعنا على الكمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة جدا. يلا بينا نبدأ في الشرح على طول عشان ما نضيعش وقت على الفاضي. هنروح على المتصفح بتاعنا، اي متصفح عندك. دي يا جماعة عبارة عن اضافة جديدة اضافتها جوجل يا جماعة على اضافات جوجل اللي هي جوجل اكستنشن. مثلا انا اكتبها في البحث هنا اضافات او جوجل اكستنشن زي كده يا جماعه. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين هنروح على كروم ويب ستور او سوق كروم الالكتروني. تمام، زي ما انتم شايفين مفيش مشكله خالص يا جماعه، عندك باللغه العربيه باللغه الانجليزيه هيجي عندك بالمنظر ده كده. هنروح في البحث كده يا جماعه، هنكتب الكلمه دي كده التيك توك فور ديسكتوب. يا جماعه زي ما انتم شايفين في البحث، واضغط انتر هتلاقي عندك اول حاجه يا جماعه تيك توك فور ديسكتوب. هنضغط عليها كده، انا الغاها يا جماعه من عندي كده، وبعدين هنثبتها من اول وجديد. زي ما انتم شايفين يا جماعه هنضغط يا جماعه على اضافه او اد اكستنشن. اضافه رائعه جدا يا جماعه بدون اي مشاكل خالص، وبس بسيط يا جماعه، تقدر تسجل بحسابك عادي ما فيش اي مشكله. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين اتضافت عندك ايات، ممكن مثلا نطلعها بره هنا كده ايات. اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين هنروح كده نفتحه. تمام، ده التوك توك عندنا اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. تمام، هنروح على الملف الشخصي بتاعنا انشاء حساب، نروح مثلا بالفيسبوك بتاعنا كده متابعه، او ممكن تسجل بجوجل يا جماعه بايميل الجيميل بتاعك عادي ما فيش اي مشكله. اهو يا جماعه ده الحساب بتاعنا اهو، ما فيش اي مشكله خالص. اهو تقدر تشوف الفيديوهات اللي انت عايزها. اضافة جميلة جدا يا جماعة، وحشتوني وحشتوني. تقدر تروح على البروفايل بتاعك. تمام يا جماعة، تقدر تحمل صور من هنا عادي من علامة الزائد هنا، او تروح تسمع اي حاجة، تروح تسمع اللي انت عاوزه، تشوف الرسائل بتاعتك، الفولورز اللي عندك. حاجة جميلة جدا وبرنامج جميل جدا زي ما شايفين، اللايك الفولورز الزيادة اللي عندك، تضيف فيديوهات من هنا كده يا جماعة، الفيديوهات اللي انت عايزها او الصور، وتعمل فيديوهات عادي مفيش مشكلة، تشوف البروفايل الصور بتاعتك تقدر تحملها عادي مفيش مشكلة برضه. بحر كبير زي ما انتم شايفين يا جماعة، هو ده برنامج التوك توك بتاعنا على الكمبيوتر بطريقة سهلة وبسيطة مرة وانا مفيش اي مشكلة يا جماعة. انت ليه هاجمت؟ التصويت كل حاجة شغالة عمرك زي الفل. ايه يا عريس؟ زي ما انتم شايفين كله شغال. تمام، تقدر تبدل بالاكونت بتاعك، تدخل باكونت الفيس باكونت الجيميل على جوجل بكل حاجه زي ما انتم شايفين. هو ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وفيديو بسيط جدا يعني ما فيهوش اي حاجه. يا ريت لو عجبك تضغط لك الفيديو واشترك القناه عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه، واشوفكم في فيديو تاني باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.